ايه؟ ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا رب كلكم تبقوا في احسن وافضل حال. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي قوي. بيتي مفيش غنى في اي مطبخ في اي بيت في مصر بيستغنى عنها، او في اي حته في اي دوله بيستغنى عنها. حاجه مهمه قوي واساسيه جدا جدا، بنشتريها من بره غاليه قوي. هنعملها في البيت بمكونات اقتصاديه، وهنعملها اقتصاديه قوي، وهنعمل منها كميه كبيره جدا تنفع قوي قوي، بالذات عيد الاضحى داخل. كل سنه وكلنا طيبين، كل سنه واخواتنا المسلمين طيبين، اعاد الله عليكم باليمن والبركات. طبعا هنعمل حاجه كلنا بنحتاجها في الاكلات. في بدايه الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب. اذا انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه علشان كل ما اعمل وصفه جديده توصل لحضراتكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. زي ما حضراتكم شايفين معانا ده نص كيلو سمسم. النص كيلو ب30 جنيه، تقدري تجيبي اقل تقدري تجيبي اكتر براحتك. ومعانا ربع كيلو سوداني، كيلو السوداني المتقشر ب20 جنيه، جبت ربع ب5 جنيه اسفه. يبقى معانا نص كيلو سمسم، ربع كيلو سوداني. في ناس بتعملها بدقيق، دي طحينه من غير دقيق. هاخد السمسم، انا جايباه اوريدي متحمص، بس هديله تحميصه خفيفه قوي على البوتاجاز علشان اخرج الرطوبه منه، وبرده هحمص السوداني عشان اشيل الرطوبه منه، واسيبه يبرد تماما عشان الجهاز اللي انا هشتغل فيه ما يبص. طيب يا نرمين، احنا ما عندناش محضره طعام زيك علشان نفرم فيها الحاجات دي. هي عادي بتطحن في مطحنه الخلاط، بس انا للاسف مطحنه الخلاط بتاعتي بايظه، فطحنتها في محضره الطعام. لكن لو مطحنه الطعام مطحنه الخلاط بتاعتك شغاله، اطحني فيها السمسم واطحني فيها السوداني، اطحنيهم كويس قوي، ندوس على كويس قوي. دي اهم خطوه في نجاح الطحينه البيتي، ان احنا نطحنها كويس قوي. تمام لحد كده؟ زي ما قلت لكم هاتوا الكميه اللي تحسوا ان هي راضياكم مكفياكم، دي من غير دقيق. في ناس بتحط سمسم ودقيق، في ناس بتحط سوداني ودقيق، انا مش حاطه فيها دقيق خالص. طحنت كده السوداني بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. واهم حاجه برضو نخلي بالنا منها، نستنى الحاجه لما تبرد علشان الجهاز اللي احنا شغالين فيه ما يبص. تمام، خلصنا كده السوداني، هنطحن برضو السمسم كويس قوي اهو. خلصنا كده كله، هنفضي كله في قلب بعضيه زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقلب بقى كويس قوي. هندخل السوداني هندخل السوداني في قلب السمسم، ونخليهم ياخدوا من شكل بعض، وما نبقاش عارفين فين السوداني وفين السمسم. نيجي للتركية الأخيرة والمهمة اللي هي في الخلاط. حبه قصدي هتكتري الزيت، حبه الطحينه بتاعتي تقيله هتقللي الزيت. انا هنا حطيت كوبايه زيت، حسيت ان هي خفيفه فمش عجباني، انا عايزاها تقيله، فابتديت اضيف الكميه اللي بعد كده على نفس فنجان الزيت لحد ما بقت بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. انت حباها اخف من كده زودي زيت، حباها اتقل من كده قللي زيت. دي في ايدك ودي في ايدك. بصوا شكل الطحينه البيتي وجمالها. وبرده اهم حاجه واحنا بنطحنها في الخلاط، اطحني كويس قوي، بس يكون بين كل شويه وشويه افصل الخلاط بتاعك علشان ما يبص. بصوا الجمال، بصوا عالمي، انا عالمي زي ما حضراتكم شفتوا. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا بجد جميله جدا جدا. طعمها احلى من الجاهزه بمراحل. ده بطرمان كان بتاع ملح عندي اهو، طبعا لما بتبقى عندي، وده بطرمان بتاع نسكافيه، ما برميش الحاجات دي خالص، بغسلها وبشيلها لما باجي اعمل اي حاجه بتنفع. شفتوا الطحينه، بصوا عامله ازاي، بجد جميله جدا جدا. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. زي ما قلت لكم مفيش بيت فينا ما بيخلاش من الطحينه، بنروح نشتري العلبه قد كده بقد كده. طب وليه نشتريها بقد كده؟ احنا نعملها في البيت بمقادير حلوه ونظيفه، واحنا ضامنين نظافتها وضامنين كل حاجه، وفي نفس الوقت اقتصاديه. يعني بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجتنا في بيتنا توفير. برده حتى الناس اللي ظروفها الماديه مرتاحه برده بيعملوها في البيت عشان زي ما قلت لكم توفير. يعني مش شرط اللي بيعمل، قصدي الاكلات البيتي دي، يكون ظروفه الماديه يعني مش قد كده، لا بالعكس، الناس اللي ظروفها الماديه بتبقى كويسه جدا
هم اكتر ناس بيحبوا يعملوا الوصفات في البيت. ليه؟ بتبقي ضامنه نظافتها، ضامنه الحاجه اللي انت حطاها جودتها عامله ايه. طبعا طولت عليكم في الكلام، بس بجد اتمنى كل بيت فينا يعمل الطحينه البيتي حلوه قوي قوي، مفيش اكله بتخلى منها. انا لو هعمل فراخ مشويه، لحمه مشويه، شويه سلطه الطحينه بجنب، سمك، شويه عسل بطحين، اي حاجه بنحتاج الطحينه بنروح نشتريها زي ما قلت لكم من الشارع بقد كده. بصوا الجمال بجد، انا شكلها عجبني جدا. ما ننساش ان هي لسه سايحه، يعني لما تبرد هتجمد وتبقى بصوا عامله ازاي، بجد جميله جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم وقدرتوا تستفادوا منه باي حاجه. اذا جربتوها عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي رايكم كان فيها ايه، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. وباي باي.